هاي بترجع تعملي دور مع تيم حسن؟ تعرف يمكن هيدا السؤال ما في ولا لقاء طلعت ما سألت، ما في ولا انترفيو. بالتأكيد بتمنى، بس إنه لا يجي ما بتسيب. أوكي الهيبة سبعة مثلا. طيب ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ تقبلي تيجي على مسلسل في بقلبه أجزاء بسابع جزء مثلا أو بخامس جزء أو بسادس جزء؟ والله سؤال. يعني هشام بدي أقول لك، أنا من تاني يمكن جزء، وأنا كل جزء بنجاب اسمي وأنا ما دخلني بالموضوع، يمكن لأنه في قصة ترشيحات وبصيروا بينحكى، بس أنا فعلياً ما انعرض علي، لك ما حكذب. الممثلة السورية أنطوانيت نجيب في تصريح منشوفه سوا. رح بتفرحينا فيكي ولا ما رح بتفرحينا فيكي؟ في واحد أحكي أنا وياه، يعني بدنا ناخذ ونعطي ونتسلى. أنطوانيت نجيب البالغة من العمر في أواخر الثمانينات بتقول إذا دق بابي خطيب بتجوز، هل بتأيدي رغبة أنطوانيت نجيب بالزواج بعمرها؟ وشو ردك على عم بيتنمروا عليها؟ أنا بحبها كثير، نحن شغلين مع بعض من زمان بجلسات نسائية وأخذ منها سوفينير كثير حلو. بالتأكيد الإنسان طالما يكون عايش ليه بتكون تقتلوه وعايش؟ ما في أمل بالدنيا. كل هي وصلت لمرحلة بدها حدا ونيس. هي سمعت شو قالت، قلت بدي حدا ما بدي معه مصاري، بدي حدا احكي واخذ واعطي انا وياه، نحكي ونعطي وناخذ. ليش بدنا نقمع الناس لانه كبروا بالعمر؟ ما كلنا اذا الله اعطانا عمر رح نكبر، شو نحن كمان يعني ما بيقعد عندنا روح؟ الانسان ما دامه عايش وفي روح، هوا بيدخل بيفوت وبيطلع بحق له يعيش.